السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن Integrated Circuits. الأول، إيه هي Integrated Circuits؟ Integrated Circuits، واللي ساعات بسميها Chip أو Micro Chip أو Micro Electronic Chip، دي عبارة عن رقاقة من Semiconductor Weaver، بنطبع عليها آلاف أو ملايين من الترانزستورز أو الكاباستورز أو الدايودز أو الترانزستورز بكونفيجريشن معينه، بحيث ان هي تديني فانكشن معينه من غير ما ابقى شايف كل الكومبوننتس دي. يعني عندي مثلا سيركت زي دي، السيركت دي تو ستيج امبليفاير، واخدنا بالنا ان هي عدد كبير من الكومبوننتس. طبعا عشان اعمل سيركت زي دي على بريد بورد هحتاج مساحه كبيره وعدد كبير من الكومبوننتس، طبعا بجانب ان انا هيبقى في عندي كومبوننتس تانيه على التيرمينالز دي. الاي سي بتقدر ان هي بدمج فيها كل الكومبوننتس دي على مساحة صغيرة جدا تكاد تكون 1 سنتي، وبتدي لي نفس الفانكشن. وما اجي احتاج امبليفاير من نوع ده هقدر ان استخدم الاي سي على طول من غير ما احتاج ان انا اعمل الكونفيجريشن دي بايدي تاني. هنا برضو دي سيركت لأوسيليتور فيها كومبوننتس كتير، طبعا ممكن يبقى عندي اي سي تقدر ان هي تعمل لي نفس تأدي لي نفس الفانكشن من غير ما احتاج ان انا اعمل الكومبوننتس دي تاني بالكونفيجريشن دي على بريد بورد. مثلا ابسط مثال برضو احنا خدناه على الاي سي هي الاوب ام دي، شكل تركيب داخلي لنوع من انواع الاوب امز. في الاوب امز احنا كنا بنستخدم الفانكشن على طول للاوب ام، ما بنهتمش بالتركيب الداخلي للاوب ام. فمثلا هنلاقي ان التركيب الداخلي هنا 2 ترانزستور 3 ريزستورز، فانا مش محتاج اعرف كل ده. كل اللي انا محتاج اعرفه ازاي هدخل الانبوت وازاي هاخد الاوتبوت وخلاص. فهي بتديني فانكشن معينه اللي هي الامبليفيكيشن، وده كل اللي انا محتاج اعرفه. طيب الاستخدام، طبعا انا بستخدمها في حاجات كتير زي الامبليفايرز والاوسيليتورز والتايمرز والكاونترز واللوجيك جيتس والكمبيوتر ميموري والمايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور، فبقدر استخدمها في حاجات كتير. عادة بيبقى التركيب الداخلي ليها معقد جدا، فبتبسط لي الدايرة اللي انا هحتاج ان انا اعملها، فمش محتاج اعمل كل ده. كل اللي انا محتاجه هي اي سي بتديني نفس الفانكشن هركبها تبقى حجمها في حدود 1 سنتي. طيب طبعا زي ما قلنا ان هي عادة ما تبقاش لوحدها، بيبقى في external components. يعني مثلا عندنا في الاوب امس كان لو في summing اوب امس كنا بنوصل عليها عدد من الريزيستورز على الانبوت بحيث ان هي تعمل لي سميشن للفولتج اللي عليها عشان تعمل لي ماثيماتيكال اديشن، واوقات كنا بنوصل على الفيدباك كاباستور بحيث ان هي تعمل لي انتجريشن او ريزيستور وكاباستنس على الانبوت بحيث ان هي تعمل لي ديفرنشيشن. فهي بيبقى برضو في اكسترنال كومبوننت عشان تعمل لي دايره اكثر تعقيدا منها، ولكن هيبقى اكبر جزء معقد منها موجود على الاي سي، فهي هتغنينا عن كل ده. نيجي بعد كده لانواع الاي سي. عندنا اول نوع هو الديجيتال انتجريتد سيركت او الديجيتال اي سي، ده اللي بتشتغل على تو ليفلز بس اللي هي الزيروز والوانز، او بمعنى اصح هي بتتعامل مع الباينري ماثيماتكس فقط، ودي عاده بتحتوي على ملايين اللوجيك جيتس والفليب فلوبس، طبعا زي المايكرو بروسيسورز والمايكرو كنترولرز. في عندنا الانالوج انتجريتد سيركتس، ودي اللي بتتعامل مع كونتينوس سيجنالز مش مع تو ليفلز بس زي الزيروز والوانز، لا هي سيجنال عاديه زي الاي سي مثلا، ودي عاده بنستخدمها في الفلترنج والامبليفيكيشن والموديوليشن والديموديوليشن. واشهر مثال طبعا هو الاوب امس، وفي منها برضو السنسورز. في نوع ثالث واللي هو بيجمع ما بين الديجيتال والانالوج، وده بنسميه الميكسد سيجنال انتجريتد سيركت. نيجي بعد كده لنوع تاني من الكلاسيفيكيشن، بيبقى على حسب عدد الترانزستورز الموجود على الشيب او الويفر اللي عندي، وساعات بنسميها على حسب الجينيريشن. طب ليه الكلام ده؟ ناخد مثلا مثال، عندنا اول ما بداوا صنعوا الاي سيز كان ده سنه 64، وكان وقتها التكنولوجي مش بالتقدم الموجود حاليا، فكان قدرتهم على ان هم يطبعوا عدد من الترانزستور على الشيب الواحده محدود، فكان بيبقى عدد الترانزستور بيتراوح من 10 ل 100 ترانزستور على الشيب الواحده.
فكنا بنسمي الاي سيز اللي من النوع ده بسمول سكيل انتجريشن، او الفئه دي بنسميها سمول سكيل انتجريشن. بعد عدد من السنين التكنولوجي اتطورت اكتر، فمثلا في سنه 64 كان وصل عدد الترانزستور على الشيب الواحده من 100 ل 1000، والفئه دي كان سميناها ميديوم سكيل انتجريشن او اختصارا ام اس اي. بعد فتره سنه 71 وصل عدد الترانزستور من 1000 ل 100000، والفئه دي تسمت ب لارج سكيل انتجريشن او اختصارا ال اس اي. بعد فتره برضو سنه 80 وصل عدد الترانزستور على الشيب الواحده لحد المليون، وده سموا الفئه دي ال very large scale integration او اختصارا VLSI. طبعا بعدها بفتره برضو عدد الترانزستور على الشيب واحده زاد ووصل لمليارات من الترانزستور على الشيب الواحده، والفئه دي بتتسمى ultra large scale integration او اختصارا ULSI. طب ايه هي مميزات وعيوب الاي سيز؟ نبدا بالمميزات. المميزات ان هي very small size، حجمها دايما بيبقى صغير جدا في حدود السنتي، ممكن اقل وممكن اكبر بحاجه بسيطه. فهي بتحتوي على عدد كبير من الكومبوننتس، ولكن كل ده بيبقى مضغوط في حجم صغير جدا، فمش هيستهلك مساحه كبيره عندي في البريد بورد او في اي سيركت برينتد سيركت عندي. طبعا لو كوست، عادة اسعارها بتبقى بسيطة جدا، ممكن في حدود الريال اقل او اكثر بحاجة بسيطة. reduced power consumption، ما بتستهلكش باور كبيرة. طبعا اي سيركت بيبقى فيه باور بيحصل لها dissipation نتيجة اي مقاومات داخلية او دايودز او ايا كان، ولكن في الاي سي بتبقى الباور اللي بيحصل لها ديسيبيشن داخل الاي سي بتبقى قليله جدا، فبقدر احملها، فبقدر اقول ان هي ريديوس باور كونسامبشن. ده من مميزاتها. كمان عندي هايلي ريلايبل، بقدر اعتمد عليها في حاجات كتير. يعني اوقات كتير بحتاج ان انا احول الاي سي لدي سي، فبحتاج ريكتيفيكيشن، اعمل ريكتيفيكيشن فبحتاج ريكتيفاير. طبعا دوائر الريكتيفاير اقدر اقول ان هي معقده نسبيا، وساعات بحتاج ان انا ازود كومبوننتس بحيث انها تعمل لي ريفايننج للريكتيفايد سيجنال. فممكن اجمع كل ده في اي سي واقدر اعتمد عليها بعد كده ان انا احول الاي سي لدي سي، وساعات بقى احتاج ان انا احول الدي سي لاي سي، احتاج اي سي مثلا تقوم بعمل الانفرتر. فعاده بعتمد عليها سواء طبعا في الامبليفيكيشن او الاوسيليشن او التايم كتايمر او الريكتيفيكيشن. هاير اوبريتنج سبيد، طبعا سرعتها في اداء وظيفتها بيبقى عالي جدا، ما بتاخدش وقت، مش هيبقى فيه اي ديلي. reduced external wiring connections، طبعا زي ما قلنا هي بيبقى فيها عدد كبير من الكومبوننتس، فده هتغنينا عن ان انا ازود عدد الكومبوننتس اللي بره ويحتاج سلوك توصيل ما بينهم وهكذا، فهي بتبسط لي الدنيا دي كلها. عندي easy to use، هي سهله الاستخدام، مجرد بحتاج ان انا اعرف بس الارقام كل تيرمينال، وكل تيرمينال بيبقى الفانكشن بتاعته ايه، هل ده هيبقى الابلاي دي سي او الانبوت او الاوتبوت او اي حاجه لها علاقه بالريفايننج او التونينج او ايا كان. كل ده اللي انا محتاج اعرفه، مجرد ما عرفت الحاجات دي يبقى استخدامها سهل. طيب ايه هي عيوبها؟ اول عيب فيها ان لو كومبوننت واحده من الموجوده عليها حصل لها اي تلف، فهحتاج ان انا اغير الاي سي كلها، لان في الحاله دي طبعا مش هتقوم بالفانكشن المطلوبه منها مظبوط. طيب impossible to fabricate inductors into ICs، طبعا احنا بنتكلم في تركيبها، كنا قلنا ان هي بتتكون من resistors capacitors ودايودز وترانزستورز، عمرنا ما قلنا inductors او transformers، ده لان صعب جدا ان احنا ندمج الاندكتورز او ترانسفورمرز في الاي سي. محاولة دمج الاندكتورز او ترانسفورمرز على الاي سي بيبقى مكلف جدا، فده بيبقى عكس المطلوب من الاي سي واللي هو ان هي تبقى لو كوست. فعشان كده من ضمن الاكسترنال كومبوننتس بيبقى الاندكتورز والترانسفورمرز. طيب نيجي بعد كده للعيب الثالث، وهو ان هي عند الكاباسيتنس بتاعها ليميتد، فدايما هحتاج اكسترنال كومبوننتس. طبعا الكاباسيتنس هنا مش مقصود بيها كاباسيتورز، لكن هي السعه بتاعها للكومبوننتس، في عدد معين من الكومبوننتس اللي اقدر
ادمجه بالاي سي، فدايما هحتاج external components. زي مثلا في الاوب امبس كنا دايما بحتاج ريزيستورز خارجية او كاباسيتورز عشان تعملي الفانكشن اللي انا محتاجها، فالاكسترنال كومبوننتس لا غنى عنها. عندي ليميتد باور برودكشن، لو عندي مثلا اي سي لها بتعمل لي برودكشن لباور معينة وما اقدرش ان انا ازودها، هي بتبقى ليميتد مقتصرة على القيمة اللي هي مصنوعة عليها فقط. طبعا نوت فليكسيبل، يعني مفيش مرونة، ما اقدرش ان انا اشيل او ازود اي كومبوننت عليها، واي كومبوننت عليها ما اقدرش ان انا اغير فيها اي حاجة، ولا ان انا اقدر اغير اي بارامتر ليها، واي عملية بتقدر ان هي تنتجها ما اقدرش ان انا اغير فيها اي حاجة. فعشان كده بقول ان هي not flexible. ودي باختصار ال advantages وال disadvantages ل integrated circuits. ندخل بعد كده لل optoelectronic devices. الاول نفهم ايه هي الاوبتو الكترونكس. الاوبتو الكترونكس ده سب فيلد من فيلد تاني اسمه فوتونكس. طيب الاوبتو الكترونكس دي بتركز على دراسه وتطبيقات الالكترونيك ديفايسز اللي بتقدر ان هي تنتج او تعمل ديتكشن او بشكل عام تعمل كنترول لللايت. دي من اشكالها. طيب يعني ايه؟ هلاقي ان هي بتركز على ان هي يا اما تحول لي اللايت انرجي لالكتريك انرجي او الالكتريك انرجي للايت انرجي. من الاخطاء الشائعه ان احنا بنطلق على الالكترو اوبتكس اوبتو الكترونكس. ليه؟ لان الالكترو اوبتكس ده فيلد في الفيزيكس اوسع من الاوبتو الكترونكس. الفيلد ده بيركز على دراسه التفاعل اللي بيحصل او اي انتراكشن ما بين اللايت والالكترونكس، سواء هنستخدم ده في ان احنا نعمل الكترونيك ديفايسز او لا، فمنقدرش نقول عليه اوبتو الكترونكس. طيب نيجي بعد كده لمزايا الاوبتو الكترونكس. اول ميزه ان هي لو كوست، تكلفتها اقل. فمثلا عندنا الاوبتيكال فايبرز، دي من الاوبتو الكترونيك ديفايسز، دي تكلفتها اقل بكتير من الكبر واير او اسلاك النحاس. لايت ويت، مثلا الاوبتيكال فايبرز برضو وزنها اقل بكتير من الكبر واير وبتاخد مساحات اقل. عندي الهاير كارين كاباسيتي، ساعتها عاليه، فنلاقيها الباند ويت بتاعها بيوصل لعشرات التيرا هيرتز، وطبعا قدرتها على سرعتها في نقل الداتا عالي جدا، بيوصل للتيرا بايت في الثانية. وعندي ان هي برضو less signal degradation، اي سيجنال بتمر من خلال اي واير بيحصل لها loss مع الوقت، فهنلاقي ان loss ده في الاوبتيكال فايبرز اقل بكتير من loss اللي بيحصل في الكبر واير. ندخل بعد كده applications للاوبتوالكترونيك ديفايسز. اول ابلكيشن معانا هو الليد، اللي هو اختصار لللايت ايميتنج دايود، وده عباره عن سيمي كوندكتور ديفايس بيقدر ان هو ينتج لي لايت نتيجه مرور كارنت خلاله. يعني هو الاول عباره عن دايود ان ريجن بي ريجن، في بينهم بي ان جانكشن. الاول بوصل الدايود في السيركت عندي بحيث ان يكون فورورد بايز. لو احنا فاكرين لما كان الدايت بيبقى فورورد بايز، النيجاتيف تيرمينال للسورس الدي سي سورس كان بيعمل زي بوش للكوندكتنج الكترونز اللي موجوده في الان ريجن، بيدي لها انرجي كفايه ان هي تقدر ان هي تتغلب على البوتنشال بارير وتعدي الديبليشن ريجن وتوصل للبي ريجن. فتعمل الالكترون دي كانت بتعمل ريكومبينيشن مع الهولز اللي في البي ريجن، لان البي ريجن عندها وفره من الهولز. عمليه الريكومبينيشن دي اللي بيحصل فيها ان الالكترون وهو الفري الكترون اللي هو في الكوندكشن باند بينزل للفالنس باند، وطبعا هو في الكوندكشن باند طاقته بتبقى اعلى من وهو في الفالنس باند، فبيخسر الفرق ده في
الطاقة اللي هو كنا بنقول عليه الانرجي جاب. الطاقة دي عادة بتبقى في الليد، بتبقى عبارة عن فوتون الانرجي بتاعته في المدى الفيزيبل لايت، او ساعات بيبقى بدل لايت بيبقى هيت. الليد ساعات بنستخدمه ان هو يمت لايت او يعمل اميشن لهيت. فكده كل ما يبقى فيه كارنت بيمر في الدايود، كل ما هيزيد اللايت اللي بينتج نتيجة الالكترون هول ريكومبينيشن. ده شكل الليد في السيركت. ده عندي مثلا سيركت بسيط، عندي ده الابلايد فولتج، هنلاقي هنا النيجاتيف على الان ريجن والبوزيتيف على البي ريجن. طبعا الريزيستور دي عشان نقدر نتحكم في الكارنت اللي بيمر. ده اتجاه الالكترون فلو الاي اف. ده كاركترستيك كيرف، هنلاحظ ان هنا ده الكارنت اللي بيمر في السيركت، وده نقدر نقول عليه الانتنس بتاع الراديشن لايت. فكل ما زود الكارنت اللي بيمر في السيركت، كل ما هزود الانتنسيتي بتاع الراديتد لايت. ازاي؟ كل ما زود الكارنت، كل ما زود التشارج كاريرز، وكل ما زود التشارج واللي هي في الحاله دي الالكترونز، كل ما هزود عدد الريكومبينيشنز اللي بتحصل في البي ريجن، وكل ما يحصل زود عدد الريكومبينيشنز، كل ما هزود عدد الفوتونز اللي بتنتج من الريكومبينيشن ده. هلاقي ان اللايت انتنسيتي بتزيد بزياده الكارنت اللي بيمر. طبعا دي بعض اشكال الليد اللي بقدر استخدمها في الطبيعه. نيجي بعد كده لتطبيق تاني وهو الفوتودايدز. الفوتودايدز عكس الليد. ازاي؟ الفوتودايدز هي سيمي كوندكتور ديفايسز بتنتج لي كارنت نتيجه ان هي بتعمل ابسوربشن لللايت. هي عكس الليد. الليد كان بينتج لايت نتيجه مرور كارنت، هنا العكس، بينتج لي كارنت نتيجه سقوط لايت عليه. ده مثلا شكل السيركت، بوصل دايود بفولتج سورس، ولكن بيبقى التوصيل هنا ريفيرس بايز، بحيث ان البوزيتيف تيرمينال للسورس بيبقى موجود على الان ريجن، والنيجاتيف تيرمينال للسورس على البي ريجن. طيب في الريفيرس بايز، لو فاكرين في الكومبليت موديل للدايود، كنا بيبقى فيه ليكج بيحصل في الريفيرس بايز، كان بنسميه الريفيرس كارنت ليكج. وده كان بيحصل نتيجه ثيرمال اكتيفيتي، كان ثيرمال انرجي بتتسبب في ان بعض الاتومز يحصل لها ايونيزيشن، فبينتج لي الكترون هول بير. ونتيجه وجود الابلايد فولتج الموجود في السيركت، الالكترونز بتقدر ان هي تتحرك في الاكسترنال سيركت عشان توصل للبوزيتيف تيرمينال. طيب نفس الكلام بيحصل اما يحصل ما بيبقى فيه لايت بيسقط على الدايت. في الحاله دي اللايت فوتون هو اللي بيعمل ايونيزيشن للاتومز اللي موجوده في الدايود، وبيعمل لي الكترون هول برودكشن او الكترون هول بير. ونتيجه الابلايد فولتج الالكترونز بتتحرك ناحيه البوزيتيف تيرمينال، فبيمر لي كارنت في السيركت. ده شكل الفوتو دايود في السيركت، وده شكل سيركت موجود فيها فوتودايد. نلاحظ هنا ده ريفيرس بايز، هنا البوزيتيف تيرمينال للسورس موجود على الان ريجن، والنيجاتيف تيرمينال موجود على البي ريجن. وده اتجاه الكارنت، الاي لامدا ده هو اتجاه الكارنت، وده اتجاه الكارنت اللي هينتج من اللايت ابسوربشن. ده كاركترستيك كيرف. هنا كل ما زود الانتنسيتي بتاع اللايت اللي بيسقط على الدايود، كل ما زود الكارنت اللي هو الريفيرس كارنت اللي بيمر في السيركت. لو خدنا بالنا هلاقي هنا ان الكارنت مش بيبدأ من عندي زيرو، يعني لما كان الانتنسيتي بتاعت اللايت بزيرو، يعني مفيش لايت اصلا، هلاقي ان الريفيرس كارنت مش بيساوي الزيرو. ده تاني نتيجة ان بالفعل بيبقى فيه ريفيرس كارنت نتيجة الثيرمال انرجي الموجودة. ده طبعا بعض اشكال الفوتودايز. وعادة طبعا بستخدم الفوتو دايز كديتكتور لللايت. فلو عندي، لو عاوز اعمل ديتكشن لللايت، اقدر استخدم الفوتو دايز، بحيث ان لو في لايت
هيبقى فيه كارنت في السيركت، فلو حسبت الكارنت اللي هنا هقدر احسب كمية اللايت اللي سقطت على الدايت. طيب ندخل بعد كده على الفروق اللي بين الليد والفوتو دايت. اول حاجة الفانكشن، هلاقي ان الليد بيعمل emission للايت فوتونز نتيجة الكترون هول ريكومبينيشن، والالكترون هول ريكومبينيشن بيحصل نتيجة مرور كارنت. هنا بيحصل العكس، بيحصل production للكارنت نتيجة سقوط اللايت على الدايت، لانه بيحصل الكترون هول برودكشن. بالنسبه للبريدنج برينسيبل، عمليه انتاج الفوتونز نتيجه مرور الكارنت دي بنسميها الكتروليومينيسنس، انما عمليه انتاج الكارنت نتيجه وجود اللايت بنسميها فوتو كوندكشن. هنا البايزنج طبعا هنا بيبقى فورورد وهنا ريفرس، والكونفرشن اوف انرجي هنا بحول الالكتريك انرجي للايت انرجي، انما هنا بحول اللايت انرجي للالكتريك انرجي. طيب الماتيريال يوزد او ايه الماتيريالز اللي عاده بستخدمها في الليد والماتيريالز اللي عاده بستخدمها في الدايود. الماتيريالز اللي عاده بستخدمها في الليد هي الجاليوم ارسنايد فوسفايد او جاليوم فوسفايد. صعب جدا ان انا استخدم السيليكون، عاده ما بنستخدمهوش، هو موجود في نوع واحد من الليد وقليل جدا، انما معظم الماتيريالز اللي بستخدمها بتبقى جاليوم ارسنايد فوسفايد او جاليوم فوسفايد. انما في الفوتودايت بقدر استخدم السيليكون والجرمانيوم عادي. نيجي للتطبيق اللي بعد كده وهو السولار سيل، وهي نوع من تطبيقات الفوتوفولتيك ديفايسز. طيب وده برضو سيمي كوندكتور ديفايس بيقدر ان هو يحول السولار راديشن لالكتريك انرجي شبه الفوتودايود، ولكن في فرق. البرنسبل او المبدأ اللي بيشتغل بيه الفوتودايودز حاجة اسمها فوتو كوندكشن، انما المبدأ اللي بتستخدمه السولار سيل اسمه فوتوفولتيك. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ خلينا نشوف الاول السولار سيل بتتكون ازاي وبتشتغل ازاي وهنفهم الفرق. دي سولار سيل برضه هي عبارة عن بي ان جانكشن، ان ريجن بي ريجن، وبينهم جانكشن زي هنا برضه. ومجرد ما بيسقط عليها اللايت فوتونز بيعمل لي الكترون هول برودكشن شبه الفوتودايود. ولكن هنا الفرق ان انتاج او الالكترون هول برودكشن كان بيحصل في وجود ابلايد فولتج في الاكسترنال سيركت، انما في حاله السولار سيل ما بيبقاش في ابلايد فولتج على الدايود. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط في السولار سيل؟ ما بيحصل الكترون هول برودكشن، الالكترونز اللي بتطلع او الهولز اللي بتتكون عاده بتتكون على اطراف الدبليشن ريجن، عاده بتتكون على اطراف الدبليشن ريجن، فيبقى عندها انرجي كفايه ان هي تهرب من الدبليشن ريجن. طيب مجرد ما بتخرج وتهرب من الدبليشن ريجن بتبقى دلوقتي موجوده تحت ابلايد فولتج، واللي هو بيبقى نتيجه الالكتريك فيلد اللي اتكون على البي ان جانكشن، واللي احنا كنا بنسميه البوتنشال بارير، اللي هو كان مثلا في السيليكون بيساوي 7/10، لان طبعا انا موصل دلوقتي التو ريجنز باكسترنال سيركت ما فيهاش اي ابلايد فولتج، يعني بالنسبه لي هنا الفولتج المفروض ان هو هنا واحد، فهلاقي ان الالكترونز اللي هتتكون واللي هي هتتجه ناحيه الان ريجن هي دلوقتي موجوده تحت ابلايد فولتج نتيجه الجزء ده او البوتنشال بارير اللي موجود او الالكتريك فيلد اللي اتكون على البي ان جانكشن، فده هيخلي الالكترونز تقدر ان هي تتحرك خلال الاكسترنال سيركت عشان توصل للبي ريجن. فنلاقي ان في كارنت بيمر في الاكسترنال سيركت، فاقدر ان انا استخدم الكارنت ده في اي حاجه. وبكده اقدر اقول ان انا انتجت كارنت نتيجه سقوط اللايت انرجي على الدايود. تاني هنا حركه الالكترونز بتبقى نتيجه الالكتريك فيلد اللي موجود على البي ان جانكشن، انما في الفوتو دايود كان بحركه الالكترون بتبقى نتيجه الابلاي الاكسترنال فولتج اللي موجود على الدايود. وده الفرق ما بين الفوتو فولتيك ديفايسز والفوتو كوندكشن ديفايسز. نيجي لاخر تطبيق معانا هو الليزر دايود. طيب الليزر دايود زي اي دايود بس في عليه اختلاف
بنعمل عليه تعديل بسيط بحيث ان هو يقدر ينتج لي ليزر. طب ايه اللي بيحصل؟ الاول نفهم الليزر بينتج ازاي. في الطبيعي اي اتوم فيه الكترونز، كل الكترون بيتحرك في الانرجي ليفل بتاعه، وليكن عندنا الكترون في انرجي ليفل وليكن اي واحد، فالانرجي بتاعت الالكترون هو في الليفل ده بتساوي اي واحد. لما بيسقط عليه فوتون طاقته بتساوي الفرق في الطاقة ما بين الانرجي ليفل ده والانرجي ليفل تاني اعلى منه، الالكترون ده بيقدر ان هو يتنقل ويطلع للانرجي ليفل الاعلى. ونقول في الحالة دي انه حصل له اكزايتيشن، وان الاتوم في الحالة دي في الاكزايتيشن ليفل. طيب الالكترون بيفضل في الانرجي ليفل الاعلى ده فترة من الوقت بتصل تقريبا لعشرة سالب 12 ثانية. بعد المدة دي ما بتعدي، الالكترون ده بيخسر نفس الانرجي اللي هو اكتسبها ويرجع تاني للانرجي ليفل اللي كان فيه في الاول او الاصل بتاعه. بيخسر الانرجي دي في صورة فوتون برضو له نفس الطاقة اللي بتساوي الفرق ما بين التو انرجي ليفل. ده بيحصل بشكل طبيعي، وبنسمي عملية بنسميها الاسبونتينيوس اميشن، انه بيحصل اميشن للفوتونز بشكل طبيعي او تلقائي. طيب في وضع تاني للاميشن ده، والالكترون موجود في الاكزيتيشن ليفل، لو سقط عليه فوتون الانرجي بتاعته بتساوي الانرجي ديفرنس ما بين التو ليفلز دول اللي هو الاي 2 والاي 1، هلاقي ان الفوتون ده هيجبر ان الالكترون ان هو يفقد الانرجي اللي عنده وان هو يرجع للليفل الاصلي بتاعه. فساعتها هلاقي ان نتاج لي تو فوتونز، فوتون اللي لسه ساقط اللي عمل استيميوليشن للالكترون او اجبره ان هو ينزل الليفل الاصلي بتاعه، وفوتون تاني نتج نتيجة فقد الالكترون ده للانرجي اللي كانت معاه. فلاقي ان طلع لي دلوقتي تو فوتونز لهم نفس الانرجي وبالتالي نفس الفريكونسي والويفلنس، فبقدر اقول ان هما كوهيرنت، يعني لهم نفس الفيز نفس الفريكونسي. بسمي ده الاستيميوليتد ايميشن. الاستيميوليتد ايميشن ده هو البرنسبل مبني عليه فكرة الليزر عموما. طيب ازاي استخدم البرنسبل ده في الليزر دايود؟ هستخدم دايود اللي هو شبه ليد عادية، هوصله باتري بحيث ان يبقى فيه ابلايد فولتج ويكون في يكون فورورد بايز، بمرور الكرنت يحصل الكترون هول في كومباينيشن فينتج لي لايت فوتونز. طيب الفرق بقى ما بين الليزر دايود والليد ان انا بعمل كوتينج لسيرفيس من الدايود مادة فولي ريفلكتيف، يعني بتعكس اللايت بشكل كامل 100%، واعمل كوتينج للسيرفيس التانية بارشلي ريفلكتيف ماتيريال، يعني ماتيريال بتقدر ان هي تعكس لي جزء كبير ولكن ما بتوصلش لدرجة 100%. طب ايه اللي بيحصل؟ اما يحصل انتاج لللايت فوتونز هيسكت وليكن على البارشلي ريفلكتيف سيرفيس، فاللي هيحصل ان جزء كبير هيحصل له ريفليكشن، فهو راجع الفوتونز وهي راجعه هتعدي على اتومز في الاكزايتيشن ليفل، فتعمل لها ستيميوليتد ايميشن فتزيد عدد الفوتونز اللايت فوتونز، فتكمل لحد ما توصل للفولي ريفليكتيف سيرفيس، فده هيخليها يحصل لها ريفليكشن بالكامل، فهي راجعه هتعدي برضو على اتومز في الاكزايتيشن ليفلز فتعمل لها ستيميوليتد ايميشن، فهلاقي ان كمية اللايت فوتونز بقت كبيرة جدا وبيحصل لها مالتبليكيشن مع الوقت. طبعا اللايت فوتونز هتفضل رايحة جاية كده لحد ما توصل الانتنسيتي بتاعها تبقى كبيرة جدا، فلاقي ان الجزء اللي بيعدي من السيرفيس دي كبيرة وتكون لي الليزر هاي انتنسيتي كوهيرنت لايت. ده كل اللي احنا محتاجين نعرفه عن الليزر دايت، وبرده ده كان اخر ابليكيشن معانا للأوبتو إلكترونيك ديفايسز.